يقول السائل: ورد في الحديث برحمتك أستغيث، يقول: هل يجوز أن يستعيذ الإنسان بصفة الرحمة وأن يقول أيضا يا رحمة الله؟ لا، ما يقول يا رحمة الله، إنما يقول يا الله ارحمني، يا رحمن ارحمني، ما ينادي الصفة، وإنما ينادي الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، ما قال ادعوها، يقول ادعوه بها، توسلوا إليه بها. نعم.